اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. الآن تلتقي موجاتنا العاملة مع موجات السماوات العلى وعلى شاشة المليك المقتدر، وبأمر من يقول للشيء كن فيكون. هيا بنا نعيش مع ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي. قم بالتلاوة باتحاد إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية وكروان الجمعة والفجر. ديلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. ادعو الله معي للقارئ الكريم ان يفيض عليه رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم فإذا برق البصر فإذا برق البصر وخسف القمر ويومع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. الله أكبر. بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة.
أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بناه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر يا رب يا رب فإذا برق البصر فإذا يا رب يا رب فإذا برق البصر وخسف القمر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر كلا
لا وزر، كلا لا وزر، كلا لا وزر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، يسأل 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 أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. كلا لا وزر، كلا لا وزر، كلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة. الله يكرمك. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرك. لا تحرك به لسانك لي
فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانه. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون وجوه يومئذ صدق الله.